بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، أخذنا البدل من الخوف العبادات من عبادات الخوف. وصلنا إلى الأصل القسم الرابع لما قسمنا في دراسة الأصول الثلاثة. نعم. وفي هذا القسم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسئلة وأجاب عنها، حتى إذا سئل تعرف ما هي الإجابة. ثم بعد هذا ذكرنا ما يتعلق ب أخذنا الدعاء، أقسام الدعاء، دعاء عبادة ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة إذا صرف الغير لا شرك له، كما صلى وصام وحج غير الله. دعاء العبادة هذا هو دعاء بلسان الحال، دعاء بلسان الحال. هنا الله، خلي الورقة عندك أوقف. دعاء العبادة هو دعاء بلسان الحال، صلى وصام وحج لغير الله، حتى عندما يعني مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تطلب العلم، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، حالك تريد ماذا؟ كأنك داعي، تريد الجنة ولا تريد النار، صحيح؟ أي نعم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أن النبي يوم عرفة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ذكر، لكن هي دعاء بلسان الحال، دعاء بلسان الحال. أما الدعاء بلسان المقال، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا دعاء المسألة. إذا دعاء العبادة دعاء بلسان الحق. نعم. والثاني دعاء مسألة دعاء بلسان المقال، ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله، صرف لغير الله شرك أكبر، طلب الولد، طلب الرزق، طيب. وفيما يقدر عليه المخلوق يجوز بأربع شروط، يصح لكن بشروط أربع. الأول قادر، أن يكون قادرا، أن يكون حيا. انتبه رأسك. نعم، أن يكون حيا، الحي خرج بهذا الميت. نعم، قادر، فلو طلب من الميت شرك أكبر. نعم، قادر خرج بهذا العاجز، وهذا مثل. نعم، الحضور حاضر، حاضر خرج بهذا الغائب. نعم، وأن يكون يعتقد به سببية، سبب يعني غرق في البحر، غرق في البحر وينادي فلان على الشاطئ، يقول يا فلان أغثني أغاثك الله، يصح؟ يصح. هو غرقان في البحر، غارق في البحر وهذا على الشاطئ، يقول يا فلان اغثني اغاثك الله، لماذا؟ لانه حي وحاضر وقادر، اعتقد انه سبب. نعم، انحرق المنزل، قدر الله سبحانه وتعالى عليه، فاتصل على الدفاع المدني، على الشرطه، يصح؟ يصح ولا اشكر. غارق وينادي الولي الذي في الهند وهو غارق هنا في تركيا، لا يجوز، لا يجوز. نعم، شرك، شرك. نعم، ما يصح. لا ما يصح. طالب علم لابد يحدد الحكم، الشرك أكبر أو أصغر؟ هذا الشرك. نعم، أكبر. نعم، أي نعم. فما يصح أن تقول لا يجوز. واحد يسأل يقول ما هو حكم الطواف حول القبور، تقول لا يجوز. نعم، الشرك أكبر. شرك أكبر، مفهوم؟ نعم. طيب، حي وحاضر وقادر، الرابع أن يعتقد أنه سبب، خرج بهذا، ما لو اعتقد أن لهذا التصرف خلف الكون، فهذا شرك أكبر. نعم، أو بيده جلب المنافع ودفع المضار. بهذا قسمنا الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. إخواننا يتكلم، الذي وجه لي السؤال،
الله يرضى عنكم. طيب تفضل. نعم أقسام الخوف. أخذنا درس الماضي منك. ولا قسم واحد. أقسام الذبح. ذبح لله. ذبح لله مثل ذبح جائز. ذبح لله هدي أضاحي عقيقة صدقة. ذبح جائز مثل ذبح العامل. مثل تذبح لمالك حتى تأكل. تذبح حتى تبيع جزء. في ثالث ذبح. ذبح حكمه صحيح جائز محرم. شرك أكبر شرك أصغر. شرك أكبر لمن؟ لغير الله محبة وتعظيم. ذبح للجن لأصحاب القبور. يلا مرة أخرى. الأول ذبح لله. ذبح لله هذه راح عقيق أو صدقة. الثاني ذبح جائز. ذبح جائز شاة اللحم والتجارة وإكرام الضيف. الثالث ذبح لغير الله حكمه محرم. قلنا لا تقول محرم يا أخي اتق الله. ممكن هذا يسمع شرك أكبر يخاف لكن محرم ممكن شرك أكبر. لغير الله محبة وتعظيم مثل الذبح للجن لأصحاب القبور في وجه السلطان محبة وتعظيم. فتح الله عليك اجلس. من يذكر لي أقسام الخوف آخر واحد. واجب ومباح ومحرم. ايش صار الخوف يا أخواننا بعد يتكلم. الأول خوف واجب صرفه لله ومن صرف لغيره هو شرك أكبر. خوف عبادة وتعظيم وسر. الآن في رمضان ما يراك أحد وحدك لماذا لا تأكل وتشرب؟ خوف سر صح؟ هنا الثاني جائز. خوف من ماذا؟ خوف طبيعي. خوف طبيعي من ماذا تخاف؟ خوف طبيعي من اللصوص من قطاع الطريق من النار من السبع. الثالث خوف محرم. خوف محرم والخوف المؤدي لقنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. اجلس. عندي سؤال إخوانا اللي يعرف يرفع اصبع. نحن في مجلس علم. ما حكم الخوف من الجن؟ حكم الخوف من الجن من الذي يعرف؟ ما حكم الخوف من الجن؟ تعرف؟ لو شرك أكبر فتح الله عليك. خليك واقف. في أحد يخالفه؟ بسم الله. شوف. قد يكون. لا خليك واقف. إيش حكمه؟ قد يكون شرك أكبر. غيره. في أحد يخالف هذا؟ شرك أكبر. طيب في أحد عند غير هذا؟ نعم. نقص في الإمام. خليك واقف. من غير إخواننا حكم الخوف من الجن سبحان الله. نعم ناخذ. حكم محرم. تعرف محرم. محرم. خليك واقف. غيره. من يعرف إخواننا حكم الخوف من الجن؟ نعم. خوف جبلي. خوف جبلي طبيعي. طبيعي. تخاف من الجن أم لا؟ نعم. نعم تخاف من الجن؟ أنت ما تخاف من الجن؟ أبد؟ ولا مرة خفت؟ معقول؟ ما يعقلها؟ موسى عليه الصلاة والسلام خاف من الجن فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل خاف أم لا؟ هذا ما حكم الخوف هذا؟ شرك أكبر؟ بس الحمد لله كيف تقول شرك أكبر؟ خطأ حتى هذا مخطئ يقول طبيعي جائز خطأ أسباب هذا الذي أصاب بإذن الله. اسمع اسمع للتفصيل. نعم إذا كان خوف هذا الذي يخاف من الجن نسأل تخاف من الجن؟ قال نعم. ماذا تصنع؟ قال أقول أقرأ آية الكرسي وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا أنا وحدي ولا أسير وحدي فهذا خوف طبيعي جبل جائز لا يلام علينا. الثاني نسأل هذا تخاف؟ قال نعم أخاف. ماذا تصنع؟ قال أذبح لهم وأستعيذ بهم فهذا فهمت الآن؟
إذا ما حكم الخوف من الجن؟ طبيعي. حول ولا قوة إلا بالله. حكم من الجن طبيعي. قبل قليل تكون شرك أكبر. والآن طبيعي. ما حكم الخوف من الجن؟ فيه تفصيل. نسأل هذا الذي يخاف. ماذا تصنع؟ قال أقرأ آية الكرسي وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا أنام وحدي. فهذا طبيعي جاء. وإذا كان يذبح ويستعين بهم فهذا فأنت الآن اجلس. إذا حكم الخوف من الجن فيه تفصيل. ذكرنا لكم الدليل. طيب بعد ما دخل الدعاء والذبح والخوف التوكل. أوقف إخواننا لا أحد يتكلم يرفع اسمه يعني يرفع اسمه التوكل. التوكل ما هو التوكل؟ ثلاث أشياء في التعريف. قلنا توكل لله. لا لا ما أخذنا أقسام التوكل إن شاء الله في كتاب التوحيد. تعريف التوكل اعتماد على الله. صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. الحمد لله ما شاء الله فتح الله عليك. الخشية ما هي الخشية؟ هذا من الدرس الماضي. نعم هي خشية الخوف المبني على علم عرض من الشوكة من السلطان فتح الله عليك. غير ما لأخذ هذا انتهينا من القصة. لا بقي هنا ما حكم من صرف شيء من العبادة لغير الله؟ نعم الشرك أكبر. مشرك شرك أكبر. والدليل؟ الدليل قوله تعالى وما يدعو مع الله. من يدعو مع طيب الله. يا أخواننا أمر مهم جدا خطير جدا إطلاق الأحكام على الأشخاص. إطلاق الأحكام على الأشخاص. مشرك شرك أكبر، مشرك شرك أصغر، كافر، مبتدع، ضال، حزبي، كذا. احذر، هذا ليس لك. الحكم على الأشخاص، إطلاق الأحكام على الأشخاص هذا ليس لك. هذا لمن؟ للعلماء. حكم العلماء على فلان لأنه كافر كفر أكبر ما لا تسمع. ترجع للعلم. لكن أنت الآن لست أهلا للتكفير ولا للتبديع ولا للتفسيق ولا غيره. مسألة خطيرة جدا. وبهذا كان نسأل الله سبحانه وتعالى هداية والسلام والعافية مزلق الخوارج. تكفير بالجملة. فالتكفير الأشخاص تبديع الأشخاص هذا ليس للعلماء. أي علماء؟ علماء الرب الكبار علماء. ولو ردوه للرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين استنبطون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الأقل. نحن الآن هنا نتعلم الحكم على الفعل. رأيت إنسان يذبح لغير الله محبة وتعظيم تقول هذا الفعل شرك أكبر. لكن هذا الفاعل ماذا تصنع فيه؟ تأخذه إلى العلماء هم يقيموا عليه الحكم. مفهوم؟ أما أنت تحقيم الأحكام على الأشخاص هذا ليس لك كلام. سؤال جاءتك مرة وقالت قال لي زوجي كذا وكذا هل أنا طالق أم لا؟ تفتيها؟ لماذا؟ لأنك طالب علم. إذا خروج مرأة من عصمة رجل لا نقدر عليه صحيح. ما بالك خروج إنسان من الدين بالكلية. واليوم تجد أناس يحكمون بالتكفير بالتبديع بالتفسير بكذا ومجرد أي كلام. ما يمكن. نرجع للعلماء. حكم العلماء الحمد لله توقف. قال العلماء من فعل هذا فهو كافر كان من كان. مثل المستهزئ سب الرب سب الدين سب النبي صلى الله عليه وسلم قال كافر كان من كان. رجعنا للعلماء قال هو كافر انتهى مفهوم. إذن يا أخوان نحن الآن نتعلم الحكم على الفعل. أما الحكم على الفاعل لابد من إقامة الحجة انتفاء الشبهة. فإذا حكم العلماء ماذا نصنع؟ نكون معه. توقف العلماء توقف. مفهوم. مسألة خطيرة جدا. طيب ثم بعد هذا بدأنا بالأصل الثاني وانتهينا منه لله الحمد. من يذكر لي الأصل الثاني من الأصول الثلاثة؟ نعم معرفة الدين الإسلام بالأدلة. وقلنا الأول لابد أن نعرف من هو المسلم ولأنهم أرادوا إعداء الإسلام. لا نعرف شيء عن الإسلام أصلا. نعم.
من هو المسلم؟ ما هو الإسلام؟ الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت واستطاع. صحيح. قال نعم نعم في الحديث هذا أتكلم نعم في الحديث قال الإسلام نعم أن تشهد أن لا إله إلا الله نعم عرف الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له الطاعة لابد من عمل والبراءة من الشرك وأهلها هذا تقدم معه فتح الله عليك. من يذكر لي مراتب الدين؟ إخواننا الدرس الماضي أخذنا نعم الإسلام والإيمان إسلام وأعلم من الإسلام إيمان وأعلم من الإيمان إحسان وكل مرة لها أركان أركان الإسلام كم؟ أركان الإسلام خمسة والإيمان إيمان ستة والإحسان الله يفتح عليك اجلس. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم اعتبر أصلا لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا لا معبود بحق ولم نقل لا معبود إلا الله؟ لأنه لابد في لا إله الله من ماذا؟ من تحقق شرطين من ركنين ركنين كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني مهم ولا ما ترفع الشهادة. ولو قال معناها لا معبود إلا الله معنى هذا أنه صح عبادة كل ما يعبد من دون الله. لا إله نافع جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت عبادة إلا وحده لا شريك له. وقلنا في شهادة أن محمد عبد الرسول نجمع له عليه الصلاة والسلام بين أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فمن صرف شيء من العبودية من الربوبية للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يشهد أنه عبد. ومن أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد أنه عبد. صح؟ فتح الله عليك. طيب بعد هذا الإيمان نعم. أن أؤمن بالله وملائكته. تؤمن بالله وملائكته. وملائكته. وكتبه. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. واليوم الآخر. والقضاء والقدر. وتؤمن بالقضاء والقدر خير. الله تعالى. هذا كان الإيمان ستة. وأخذنا أقل ما يقال شرح كان الإيمان وأخذتم الأوراق معكم إلى المغرب. الذي لا يأتينا بورقة يمشي أحسن. طيب نعم احنا ما بدنا احد يمشي اوكي لابد ان يكون لدينا كبش فداء هذا مهم جدا نعم لانه لو عندما يتأدب واحد يعتبر البقيه ان شاء الله يعني ما يكون هذا ان شاء الله يعني. طيب اذا الاسلام وشرحنا الايمان من يعرف لي الايمان عند اهل السنه والجماعه سبحان الله بقي علم الإيمان عند أهل السنة والجماعة نعم يا أخي ما شاء الله وقبل الإسلام خمسة أشياء قلنا في التعليم لو اختل واحد هذا ليس بإيمان عند أهل السنة قول باللسان باللسان اعتقاد بالقلب واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح الأركان ما هي الأركان؟ لا أحد يتكلم أخر الأركان؟ نعم عمل بالجوارح الأركان ما هي الأركان؟ يعني الأطراف مثلا تبغى الجوارح شيء أعضاء الجسم طب هذا إذا بل... لا إذا نقول عمل الجوارح فقط لماذا نقول أركان؟ الجوارح عمل الجوارح فقط يزيد بالطاعة فقط لا لأنه كذلك للقلب عمل هذا هو قل عمل القلب وعمل الجوارح وارتاح يزيد بالطاعة وينقص بالنقص أجلس يقول يعتقد بقلبه لكن ما يصرح بلسانه مؤمن أو كافر هو مؤمن بس ناقص إيمان يا أخي تصبر على اتركوا يعتقد بقلبه لكن ما قال بلسانه لا إله إلا الله ما قال الحمد لله لا يعني مجبر الكفر على هذا تركنا ما قلنا مجبر لا قل لك إنسان طبيعي جدا. أرجوك يا أخي. الحمد لله. كافر. فرعون يعرفها. هو مقر بهذا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. كافر. نعم. أنت متكفر على هذا. اعتقاد بالقلب. في أحد على وجه الأرض. في يوجد واحد على وجه الأرض. ولا أعرف أنه مخلوق. أكيد.
ما يوجد. لا يوجد أحد إلا يعرف أنه مخلوق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق. حتى النمرود يعرف أنه مخلوق. ما يعرف؟ والله يعرف. هنا إجلس. طيب. وشرحنا وكان الإيمان وذكرنا الإسلام. نبدأ بإذن الله تعالى الآن في بيان الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر لي؟ أقل ما يعرف في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. بقي معي؟ نعم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم بن وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى النبي أفضل الصلاة والسلام. فتح الله له من العمر كم يا أخوان؟ يأتيك السؤال ما تجيب بإذن الله بجيب. نعم، كم له من العمر؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي في هذه الدنيا؟ ثلاثة سنين. قبل النبوة أربع سنة. وكم نبي ورسول؟ 23 سنة. هل هو نبي أو رسول؟ نبي ورسول. نبي ورسول. هو هل هو نبي أو رسول؟ رسول. ولا هو نبي أو نبي ورسول؟ هو نبي ورسول. مد بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي؟ نبي أبي إقراء وأرسل. هذا الحفظ، هذه ثمرة الحفظ. نبي أبي إقراء. إذن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمعت أحد العلماء يقول أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا المدثر، نقول صحيح، هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي اقرأ. أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل رضي الله عنه، نعم هذا بالنبوة. وأول من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهمت؟ نبي اقرأ ورسل المدثر. بلد مكة. اللهم تصدق، قد لا تصدق. عندنا يعرف الأخ اختبار القبول في المعهد، معهد في المدينة، اختبار القبول يأتينا طالب من المدينة، لأنه لا يقبل الطلاب بعثات وكذا، طلاب من المدينة. في سؤال اختيار ثلاث اختيارات. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث اختيارات: الحبشة، الطائف، المدينة. تتخيل طالب في المدينة ممكن يشكل عليه إشكال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف وكذا ويكتب الطائف، لكن يكتب الحبشة؟ ولو تسألوا عن لاعب، عن كرة، عن كأس العالم يعرف. صح؟ الله. في اختبار الصف الثالث المتوسط أريد أن أسأل سؤال في باب من جحد شيء من أسماء الصفات. تكتب توحيد، كتب سؤال: ما حكم الإيمان بالأسماء والصفات؟ تتخيل طالب في الثالث المتوسط يكتب لي شيء؟ عجيب. في الأول ثانوي سؤال: أركان الإيمان، اختيار 5 6 8، ممكن اختبار كذا يضع 5، ممكن يضع 8، فما بالك الآن يعني بعض المناطق. أخواننا أمر عظيم والله، أخواننا التوحيد، أرادوا تغريبا عن التوحيد وترك التوحيد. نبي بأقرأ ورسل المدثر ولد مكة، هاجر إلى المدينة. طيب، ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد نعرف دعوة النبي. إذا ماذا يدعو؟ نعم، التوحيد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا للتوحيد، وأنت ما تدعو للتوحيد؟
يدعو الى التوحيد وينذر عن الشرك الى ان توفاه الله، منذ ان بعد عليه الصلاه والسلام يدعو الى التوحيد وينذر عن الشرك حتى هو على فراش الموت يحذر من الشرك ويدعو الى التوحيد. هذه دعوته. نعم، بعثته الى من بعث؟ الله يفتح عليك. الى قوم خاصه؟ لا. الى العرب؟ لا. الى الانس؟ لا. الى الانس والجن؟ نعم، الى الثقلين. الله يفتح عليك. طيب ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ انه بعث الى الثقلين، انه لا يستطيع احد ان يتخلف عن شريعه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. كل من بلغته، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول كل من بلغته دعوه النبي عليه الصلاه والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفر اكبر كائنا من كان. صح؟ اذا اليهود والنصارى اليوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الدعوه لم يدخلوا في الدين، هم كفار ولا احد يشك في كفره، حتى وان كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاه والسلام. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. قول من؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام، فتح الله عليه. طيب، دعوته وبعثه، هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ من يعرف؟ بقينا نعرفه. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، عبد يلحق وما يلحق البشر، مات عليه الصلاة والسلام. هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أو بقي شيء لم يبلغه للناس؟ نعم بلغ. أجلس. نعم بلغ الرسالة وإن ما معنى هذا؟ لأنه بلغ. طيب، هذا الذي يبتدع في دين الله، جاءنا فلان من الناس وقال جاءني النبي عليه الصلاه والسلام البارحه في المنام وقال يا فلان صل على صفه كل كذا، ايش تصنع؟ هذا مبتدع كاذب. سبحان الله، اقول لك قال جاءني النبي عليه الصلاه والسلام في المنام وقال يا فلان صل على صفه كل ادعو بدعاء كل، ايش تصنع؟ ننظر في هذه الرؤيا ما راى في بالنسبة للشيء، وافقت استأنس به، ولم توافق نقول كذبت والله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يأتيك، لأنه معنى هذا أنه أبقى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يبلغه للأم، قال هذا خاص بي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا خصوصية لك، نقول ما العبادة لا يوجد، يقول شيخ الإسلام لا يوجد حكم في الشريعة خاص الإنسان بعينه. يوجد؟ ها؟ أبد ما يوجد أي حكم في الشريعة خاص الإنسان بعينه، عبادة الكل. صح؟ حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، إذا هذا كاذب اللي يقول كذب. لكن قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا فلان اتق الله، ما تقول؟ قل ها على الله على الشريعة، وافق الشريعة، استأنس بها. نعم، فتح الله عليك. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ثم أن المؤلف رحمه الله ذكر الخاتمة، الخاتمة هذه ذكر فيها الخاتمة تبدأ من أين؟ والناس إذا ماتوا يبعثون. طيب، كتب الله سبحانه وتعالى أن الناس يموتون في هذه الدنيا ولا بد، حتى عيسى عليه الصلاه والسلام في اخر الزمن ينزل ويموت. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. البعث ينكر كفار مكة. ثم ذكر الهجرة. ما هي الهجرة؟ من يعرف؟ نعم يا اخي. الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام. اليوم يسمي بعض الناس الانتقال من بلد الاسلام بلد الكفر هجرة. بالعكس. نعم، بلد الكفر بلد الاسلام. طيب، وهي باقيه الى قيام الساعه.
أقسام الهجرة أو أنواع الهجرة ثلاثة، من يعرف أنواع الهجرة؟ هجرة من مكة إلى المدينة، وهذه انقطعت ولله الحمد فتح مكة، وهذه في بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لم تكن تعود بلد كفر، لا هجرة بعد الفتح. هذا واحد، هجرة مكة إلى المدينة. الثاني تهجر ما حرم الله، تهجر ما حرم الله. طيب وهذه باقي هجرة من بلد الكفر بلد الإسلام باقي القيام الساعة فتح الله. متى يغلق باب التوبة؟ من يعرف متى يغلق باب التوبة؟ نعم يا أخي. عند الغربة أو طلوع الشمس مغربا، الله يفتح عليك. نعم. طيب من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت، من يعرف أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت؟ أخواننا يسأل قل ما هو الطاغوت؟ فما يكفر الطاغوت ويؤمن بالله. من أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت، نعم. لا خلاص كل طاغوت من بالله. أجلس. أردت مثله إذا كن مثله. تعرف ابن القيم، تعرف ابن القيم رحمه الله ماذا قال؟ كل ما الطاغوت كل ما زاد به العبد كل ما بلغ أو زاد به العبد حده من معبود أو مدعو أو مطاع. كل ما لحظة أنا بتذكر. أنا معهم. لحظة. خذ لحظتين. لحظتين. ما تجاوز به العبد. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو معبود أو مطاع. أو متبوع أو مطاع. أو مطاع. طبقات كثيرون رؤوسهم خمس. نعم. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود مثل الأحجار والأشجار، لو عبدها أصبحت طواغيت. نعم. متبوع أو مطاع، متبوع وراء خارجين عن طاعة الله، لا طاعة علماء خارجين عن طاعة الله. نعم. مطاع وراء خارجين عن طاعة الله. فتح الله عليك. يقول الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، من يذكر لي رؤوس الطواغيت الخمسة؟ خمسة طواغيت. نعم. إبليس لعنه الله. إبليس لعنه الله، نحن لا نلعن إبليس. نحن نخبر أن الله سبحانه وتعالى عن إبليس أن يطرد من رحمة الله. ماذا تصنع عن تستعيذ بالله منه؟ أنه لو لعن إبليس تعاظ كما ورد في الحديث. تستعيذ بالله منه، تخبر أن الله سبحانه وتعالى لعن إبليس أن يطرد من رحمة الله. الثاني. من عبد وراء. من عبد وراء. لو جاء إليك إنسان وانحنى لك. ماذا تسمع؟ تقول أحسنت بارك الله فيك، هكذا قالوا علماء. فأنت طاغوت لا شك فيك. إذا انحنى لك إنسان إما أن تنكر أو تكون طاغوت، صح؟ صحيح هذا. لو جاء لك إنسان وقال ما شاء الله وشئت، ماذا تقول له؟ تقول بارك الله فيك، بطل. والله هكذا يعرفهم العلماء. طب ماذا تقول له؟ من يعرف؟ نعم. ما شاء الله ثم شاء فلان. أو ثم نقول. أجعلت لله ندا؟ تقول له هكذا كما أجاب النبي، بل ما شاء الله وحده أعلم أقدر. فتح الله عليك. طيب هذا من عبد وهو راض. يعني الآن بعض الناس يأتي يسلم ينحني لك، إيش تسمع؟ أرفع. فهمت؟ أو تسكت؟ أقول له أجعلت الله. تبي أقول له هذا تحية. تحية. صح؟ تحية. يا صح؟ ها؟ ورفع أبوها عن عرش وخر له سجدة. احتج بها، إيش تقول؟ يقول يصح السجود لغير الله، هذا الدليل. هذا لم يكن في شرع. هذا ليس بعبادة، هذا عبادة ما يمكن تصرف لأحد، ما يمكن تصرف لموسى عليه الصلاة والسلام، لعيسى، ليوسف، لمحمد عليه الصلاة والسلام، لا والله ما يمكن. هذا ما هو عبادة، ما يمكن، ما يمكن أن تصرف عبادة لغير الله قطعا إطلاقا أبدا، أجمع الأمة على هذا. ثالث. ومن دعا شيئا من الغيب.
الثالث؟ ندع شيء ما أعطناك لحظتين وما تعت إلا نعم ومن دعا الأساس العبادة نفسه مثل فرعون قال ما علمت لكم من إله غير. والثالث الرابع من ادعى شيء من علم الغيب. لو قالت قوم القيامة في يوم كان غدا النتيجة 2-0 يسجل الهدف الأول فلان وهدف الثاني فلان، هذا ادعاء علم الغيب أبناء كورة، هذه كورة للحق وراها بعض الناس. والخامس ومن دعا الناس العبادة نفسه ذكرنا الخامس من حكم غير ما أنزل الحكم غير ما أنزل الله يأتينا إن شاء الله تعالى كتاب التوحيد. لكن نريد نعرف هنا هذا الطاغوت إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس أو حكم القوانين والطواغيت مثل حكم الله أحسن، فهذا يعتقد كافر كفر أكبر طاغوت. مفهوم؟ طيب ثم ماذا ذكر بعد هذا؟ ذكر ماذا ذكر المؤلف بعد هذا؟ نعم صلى الله عليه وسلم قبلها اقسام الجهاد قبل ختم هذا الصلاة عن اعرف انا قبل بعد ما ذكر الطواغيت كثيرا الرأس الخامس وفي الحديث لا احد يتكلم رأس الامر الاسلام نعم وفي الحديث رأس الامر الاسلام في الحديث رأس الامر الاسلام اذا قطعنا الرأس مات الجسد إسلام استسلام لله التوحيد وقادر بالطاعة البرامج الشيك وهذه مراتب ثلاثة أخذنا رأس الأمر الإسلام وعمود الأعمدة التي يقوم عليها البناء فمن ترك فقد كفر وعمود وذروة سنامه الجهاد جهاد في سبيل الله من تجاهد في سبيل الله اجلس ابن القيم ذكر أن الجهاد في سبيل المجاهد لا بد جاهد أربع هذا الجهاد أنواع جهاد أربع جاهد النفس والشيطان والكفار والمنافقين ومجاهدة المعاصي والبدع والمنكرات كم أربع شيء جهاد نفس شيطان كفار ومنافقين وبدع ومعاصي والمنكرات أربع هذا الجهاد من تجاهد هذا في كتاب الجهاد تجدها في زاد المعاد من كلام ابن القيم رحمه الله مجاهدة النفس كيف تكون؟ من يعرف؟ نعم يا أخي مجاهدة القلب لا اجلس وراك مجاهدة النفس تكون بترك الشهوات وفعل الطاعة خلي بقى أول درس ذكرناها نعم يا أخي مجاهدة النفس تكون في العلم بالعلم والعمل والدعوة والصبر على إذن النفس صورة العصر جهاد النفس صح؟ الثاني جهاد النفس والشيطان مجاهدة الشيطان الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم سمي بهذا الاسم لأنه يرجم بني آدم من طريقين يرجم من؟ بني آدم من طريقين طريق شبهات وطريق شهوات شبهات بدعة وشرك الشرك أكبر أصلا إذا لم تسلك مع هذا الطريق جاء من الطريق الثاني شهوات صغائر كبائر صح؟ إذا مجاهدة الشيطان بماذا تكون؟ ترك الشبهات ترك الشهوات الحمد لله جهاد الكفار المنافقين بالقلب واللسان والجوارح والمال المال كيف؟ هذا الأخ يأخذ شيء من ماله واشتري بعض المطويات ويدعو بها الكفار مجاهدة؟ والله مجاهد الآن إخوان نحن الآن في سوريا مثلا بحاجة لما جهاد علم علم الناس التوحيد هذا أهم ما يكون طيب يبقى جهاد المعاصي والبدع المنكرات من رأى منكم منكرا فليغيره بيده تغيير باليد للسلطان فإن لم يستطع فبلسان تغيير باللسان للعلماء طلاب العلم فإن لم يستطع فبقلبه بعد هذا لا يبقى شيء ثم ختم المؤلف رحمه الله
بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكل العلم على الله عنه وصلى الله على نبي محمد وصحبه وسلم. طيب الآن لله الحمد، يعني تقريبا مررنا على أغلب المسائل المهمة في شرح الأصول الثمانية. فبعد صلاة المغرب اختبار شفوي للكل، مفهوم؟ طيب اختبار تحليلي ما أدري يستطيع يعطوكم اليوم الأوراق تختبروا أو متى ما أعرف، نرى إن شاء الله تعالى، لعله يكون بعد العشاء اختبار تحليلي إن شاء الله، لكن بعد الدرس، بعد درس العشاء من الليل طويل ما شاء الله، وكان السلف يسهرون في العلم، يصح السهر في طلب العلم لا أشهر، لم أتي للنام من أكل المشهد إن شاء الله، نسأل الله عنه، نسأل الله إخلاص. طيب تراجع لنا الآن، تجتمع وتكتب الفوائد المستفادة من متن هذا المتن المبارك، وبعد صلاة المغرب اعتبر عندنا اختبار شفوي. طيب بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى ندرس متن القواعد الأربع، وبعد درس العشاء القواعد الأربع يكون اختبار تحريري في متن الأصول الثلاث. طيب لو قال لك قائل ما الفائدة؟ ما الفائدة من الدرس؟ ما الفائدة؟ درس الأصول الثلاث، ما الفائدة؟ ما الفائدة من حفظ الأصول الثلاث؟ ما الفائدة؟ ماذا استفدت؟ هل استفدنا شيء من درس الأصول الثلاث؟ إنه بعض الطلاب هدانا الله يقول هذا درس الأصول الثلاث ما فيها شيء ولا تنفع الدراسة، وأنا درس الصغار، نحن والحمد لله نعرف التوحيد ونعرف هذه المسائل. نعم كثير يقول هذا، فتقول عرفت أنني طالب، ولابد أرجع إلى نصيحة العلماء الربانيين كبار العلماء في معرفة الكتب والمتون، أضبط أحفظ أسير على هذا الطريق. وعرفنا مثلا من درس الأصول الثلاثة أننا بحاجة للتوحيد، التوحيد في حياة القلوب، تعلق بالله لا بغير. نعم وغير هذا من المسائل إن شاء الله تعالى يعني تكون بعد صلاة المغرب. أخوانا أنا ما أطيل عليكم حتى تراجعوا في المسجد الآن وتكتبوا وتتعاونوا فيما بينكم، فمعكم إلى صلاة المغرب، وبعد هذا يعني نسأل كل واحد معنا هنا، نسأل الكل إن شاء الله تعالى، كل واحد منكم لابد أن يجيب على السؤال إن شاء الله تعالى. فمعكم إلى صلاة المغرب، تذاكروا وتراجعوا وتكتبوا إن شاء الله تعالى، معكم الكتابة، كتابة شرح أركان الإيمان تكتبوها لي واستلمها إن شاء الله تعالى مع أذان المغرب. طيب صلاة سبحانه وتعالى أن وفق جميع المحضر الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم.